اليوم مستر سرطع صاغ بيدي وبقتون من سبونج بوب وراح ابدي اكله. هذا اشنو؟ كله اكل بحري. اليوم انا موجوده يم شيف زكريا للاكلات البحريه ومحضر لنا الروبيان والسلطعون والزبيدي وراح يغشعنا شلون راح نعمله وراح نتذوق وبعدين راح نجيب شيف تجي معانا هسه. راح نحضر هاليوم الاكلات البحريه اللي هي سي فود مع الشيف زكريا وراح يعلمنا الطريقه اللي هو راح يعمل بيها الاكلات هذه البحريه. طبعا هذا سرطان البحر اللي هو سلطعون وعلى قولة الكويتيين القبقب او القباقب والبصره هم يقولوها نفس الشيء. فشيف بيش راح نبلش هسه وايش راح نعمل؟ راح نبلش روبيان جامبو. روبيان جامبو عملكي برياني روبيان اللي هي يسمونه مطبق روبيان. برياني روبيان يعني انا اول مره بحياتي راح اجرب برياني بالروبيان. احنا قبل لحم ودجاج بس اليوم راح نجربه مع الروبيان. بعدها راح نبلش كيس ثمار البحر. كيس ثمار البحر. ثمار البحر وفواكه البحر. فواكه البحر تعتبر. الزبيدي. الزبيدي. هذا محار. الميديا. تمام نبلش؟ نبلش. يلا نبلش. راح تبلش فواكه البحر لو بيش؟ بلش الروبيان جامبو. روبيان جامبو. هذا اكيد راح تخليه هو الشكل ما تقشره. انا منظف كامل. منظف. الروبيان اول تنظيف مالته خيط الرمل اللي بالظهر ينشال يعني تسحب الخيط حتى بعدين يتقشر ويتقشر بسهوله تمام. وانا هون عاد ارشع همين صحن من المحار. هذا محار الميديا. هذا مطبوخ شيف غير؟ مطبوخ جامد. زين شيف هاي الاكلات انت يعني هوايتك لو تعلمتها لو اشون يعني؟ والله هي هاكل وهاكل. هي الاثنين. هي الاثنين بس انا من النوع اللي احب الاكل احب الطبخ. يحب الاكل. من صغير كنت احب الاكل قاعد اعمل شغلات تقليديه هاي الامور. ايه. واستمريت. والله هو حلو. اخذته عن دراسه شهاده اخذته الحمد لله سنه ايه. سياحه. يعني اعتقد انت ما بس بالموسم كنت طلعت سافرت. انا مفتر كثير دول وتعلمت كثير مطابخ. زين اكثر مكان علمك الاكل البحري المضبوط والطبخ الطيب اكثر يعني. مكان مصر. مصر يعني مصر طيب؟ تركيا. مصر اقوى من تركيا. مصر اقوى من تركيا. التتبيلات وكذا امور قضيه. زين انت كشيف للاكلات البحريه اكثر صنف انت تحبه؟ انا احب الروبيان. الروبيان والمحار الزبيدي يخبل طبعا غني عن التعريف. الزبيدي بس انا يعني من عشاق الروبيان يعني بحيث حتى قمت طلعت له صوصات جديده لان انا احبه. هي تتفنن بينه تكون شغله من تحبه تتفنن بينه. اليوم راح ابوخي صوص انا اعمله. خوش. بوقينه بهاي الطريقه هاي. هاي الطريقه نادر ما يشتغلون. اها لان لا هو قلي ولا هو مسلوق ولا هو مشوي بشكل صغير. انا معاناتي بكل حلقه انه الشيف ما يعلمني لا. سر الطبخه. لا يا محب خدام تعلميني. يلا خلاص. انا ما انا راح ابوقه بدون ما اساله. تمام. يلا خوش. يلا نبلش. فليخله وبصل. زين نقليهم اول مره. هسه خلينا اول وصفه على النار وشيف زكريا بدا يحضرها وخلى الزيت وخلى الطماطه والمكونات اللي هو ثغمها. شيف اخبارك؟ مليح. تحكي الروبيان هاي قلب لونه صار برتقالي من كثر البسفور اللي بينه خلاص يقلب برتقالي. الاكل البحري بصوره عامه يقلب برتقالي بس خلينا على النار. هسا بعد ما يكمل شيف زكريا انا راح التقي معاكم على الميز. We'll be right back.
اطيب شيء بالحياه هو الاكل، يعني متعه الحياه الاكل. ضيج تاكل، جوعان تاكل، ما عندك شيء تاكل. فهسه راح يجينا الطلب ونجي ناكل. الله، هذا شيف يمكن خضروات لا فواكه البحر، اللي هو ثمار البحر. نفس الشيء ثمار البحر. تمام، هذا اول طبق نزل اللي هو فواكه البحر. هذا الطبق الثاني روبيان جامبو. اللي بالبداية كنا عم نشرح علينا شلون يصير. هذا برياني روبيان أو مطبق روبيان. هذا برياني الروبيان أو المطبق الروبيان. هذا زبيدي. وهذا الزبيدي. وهذا بالأخير. المحار الميديا. المحار. كملت السفرة من ايد الشيف زكريا. هسه راح نبدي نجرب الاكلات ونستمتع بالطعم وننقل لكم التجربة. شيف باي طبق تنصحني ابلش؟ بلشي بالروبيان عم افتح لك الكيس. ابلش بالروبيان، يلا انت افتح الكيس حتى يكون كله جاهز. اي الكفوف مينا. الله، انا سلطان البحر حبيته واسمينه قبقب. الله يعافيك. انا كفوف بالله شيف. يلا اسود احسن حتى لا تزلق عن ايدي. عاشت ايدك. هسه راح البس الكفوف حتى نبلش نلتهم هذه الصفرة. سلطان البحر نحاول. تحكي ايه يعني تجربة؟ يلا ها اي طق دول يشالون ترجع يطلع هون مثل موخر في جوا. هذا الجو هذا شيء اللحم هذا ما ينكل. ايه يخاف لا اكل حتى اعضاء. يخاف عليك بس شتي هذا. تمام خوش. اوكي احرج عقولك معه. يلا ها هي. هسه راح ابدي اكل الروبيان لانه بصراحه شكله شهي. انا شفت الشيف زكريا يقول فيديو مالته اول مره ياكل الصوص مال الروبيان. الله طيب، راح خلينا على السفره راح نبدا نقشره. يعني اول مره اكل ماكولات بحريه فعادي ايش ما اكله على الفطره. هو تقشر بهاي الطريقه. راح نقول بسم الله. كلش طيب الطعم، طعم غريب. راح ابلش اكل من فواكه البحر. طبعا هذا سلطان البحر او القبقب، هو حار شويه. اوف خلينه يبغد لو اشون حار كثير. راح اجرب المحار بين ما يبغد. هذا المحار ينفتح بهاي الطريقه ونحط علينا عصرة الليمون ونقول بسم الله. لا طيب، تغيرت النظرية السابقة. راح أكل هسه من طبق السمك الزبيدي. زين شيف هذا بايدي لو هالشكل يعني عادي النكل؟ هذا مشط هالشكل؟ مشط لا فسختوه السمكي. يلا هذا ما بينه عظام صح؟ ما بينه عظام ما؟
هو هالشكل ينسحب وهذا المشط يطلع يتفلس. وحين نكل هالشكل بسم الله. طعمه ما له علاقة بالسمك بس طعم طيب كلش غريب. البرياني مال الروبيان شايف يمكن معلقة ايه. عشت ايدك. نقول بسم الله نرشع الروبيان برياني الروبيان. طيبي الجب جب لحد الآن هذا مفتوح. هذا ينكل بهاي الطريقة تطلع اللحم من هوني. عبالك مخ يكون بهاي الطريقة. الله يذوب بالثم. همين علينا عصرة ليمون. الشيف عيغششنا شوية شلون نعرف ناكله. هم نبدي نطلعه. أكثر طبق بنظري يفوز هو هذا الطبق، لأن كان طعمه كلش راقي، الصوص يخبل. يعني كانت تجربة بالنسبة لي كلش غريبة وممتعة، وبنفس اللحظة يعني طقت أجرب الأكلات البحرية بعد ما كان يعني كان ببالي أجرب بس كنت أتردد. بس هاي التجربة تفوز وناجحة. نقول عاشت إيدك شيف. لي هوني أكمل حلقتي وأنهيها، وأقلكم انتظروني بحلقة جديدة وتجربة جديدة ومكان جديد مع راديو الغد. باي باي.